خلال ورشة نظمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية أفريسيتي بمراكش حول موضوع الانتقال السياسي والديمقراطي، دعا المشاركون إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية لتحقيق الانتقال السياسي بالقارة الإفريقية. هاد الورشه اللي كتنظم الان والمتعلقه بالانتقال السياسي في افريقيا، الاهميه ديالها كتكمن هو انه لان افريقيا عاشت في 30 سنه الاخيره تحول ديمقراطي كبير، طبعا من خلال ترسيخ انتخابات، من خلال دساتير جديده على مستوى افريقيا، وكذلك من خلال التداول على السلطه، وانتهى عصره طبعا الانقلابات والى غير ذلك من مكانه تعيش افريقيا. اهميته في هذه الورشه هو انه الان بعد خطوات متقدمة في مجال الانتقال الديمقراطي، ما هو أثرها على المواطن بشكل مباشر؟ ما هو الأدوار التي يمكن أن تلعبها الجماعات المحلية والإدارة الترابية في ترسيخ قيم المشاركة للمواطنين؟ أي دور لإشراك المرأة على مستوى التدبير المحلي؟ وفي هذه الورشة أبرز المشاركون كذلك أن الديمقراطية التشاركية تفتح المجال أمام المواطنين والمجتمع المدني للمساهمة في وضع السياسات العمومية، معتبرين أن هذا المعطى من شأنه توطيد الانتقال السياسي نحو مجتمعات وأنظمة أكثر انفتاحا تقوم على جعل التنمية المحلية محركا للتنمية على الصعيد الوطني. المشاركة دي اليوم غادي تكون على الموضوع دي المشاركة المواطنة، باعتبار أنه من بين مستجدات ديال الدستور المغربي لسنة 2011 هي تنظيم المشاركة المواطنة وتنظيم كذلك الآليات ديال الحوار والتشاور من أجل توسيع الدائرة ديال المشاركة ديال المواطنين والمواطنات، من أجل بلورة مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة وكذلك لدى المؤسسات العمومية في إطار واحد التكامل ديال الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية. الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 24 نوفمبر الجاري، تعرف أكثر من 5000 مشارك يمثلون الجماعات الترابية الإفريقية وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنة والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.